لين تتغني سما بلوغ والله ليش بلوغ ليش بلوغ بلوغ كله كونت طب بلوغ كله بدل بدل لو أنا هنا ما مالبيه جدا بيجي وحابرها بلشدة قال لي سكولا ده حمرية ورر شيء جي إن مركزي مجال ده هرجي ساي كده لا عذي شركة لا شيء جي إن مركزي الجوح حيسيو رقم كأنا وناك سنين دين تي رقم كسومالي ده إنتوا أنا وكو وناك سنين أي قوم قوم اللود لماذا وح مركزي بوجا عبد مالك موسوع الدونا يقعد كوه يان شخصيات كلو مركزي سجى كأجل ولوجو شيء جي إن مركزي يجران ورر كوساب سامشب كذا هقني سينتا فشيل ماي يضط كمركز اللوحة ركيز كفلك قوم اللون لماذا إنه كم يدي هاي حمان ومركز عالدون كدي جاي حلست هذينا يهدا صائف بحري طبعا عبد مالك مسوع عالدون وحكلاه مركز اللوحة ري أو أنا وحكلاه اللوحة ري وأنا هين رين تاسي متر تصدى أي سوق رين ضط كجعان تكو هاي برتا وكل هاي فيسبوك عبد مالك مسوع عالدون ومركز أبديت أهم ركان كهلين إن وحيابك كل دون لغو صوت ضابع يسيم مال الله وحال شيء إن مركزي ضد جاري يتردو دام بيجي جاري سكون توقف إن لوح ري مجال هذا هرجيسة وحال مركزي وركزي سوق ري أما مركزي اللي جسوا حكتي ميت كم ده هو رياش يكون والله مجال هذا هرجيسة صدق الله حق وقالوا رمها كتير هرجيسة يدق عن ده سومالي لا وحال شيء إن سومالي لا إن كبدون كون توقف لوح ري لأن لقنا اللي حري رقام اللون نمط وحال صدق الله رين تعزك هالله ميت كم ده هو ضد عنك يكون والله دق عن ده سومالي لا وحاول يري قوم لوط كوا وبدني هاي أما كوا بدني هاي دلكينا أي أنت أنا اللوجين أيه بدن سمعلدو هفي جنادان ودينتها إلى شدان يعني اللي دمكم مشغولين سياسة ده فسهادية ذا كله يديمقراطية ده إسكتير حمانتها يجري شيخ مصطفى عبد عمر وكم ده ولماذا لن يرتاح أيه سمعليات جار أهان كوا ذا كنول مجال ده هرجيسة أي حرونة الجمهورية ده إسكت مدح بناندو وقولوا واخذية سمعلنا شيء قاسي صدق كل علماء كذا علماء كلا يا رنت هذه كده جاية ثانية مركي لا شيء أما عبد مالك مصعل ده شيء إن رقم كاسي وكتيرة أما أبو كتيرة مجال ده هرجيسة وحاول حل جاسي عبد مالك مصعل ده سيا ده هو دليل يي وأنتي أنا اللي حيران كهري دوسيجا أبارسي صدق كل جامعة برواقة وشيء إن ضد كمسؤولين تكاه يفافيان رقم كاسي يضو مركاسي طبعا وح الله حرى لا يهدى الآمن سيني هاي إن يتهاي كهذا الكارين تاسي عبد مالك مصعل ده يا وبا قيمام الكام حكومة الصومالي لان إن أرنتا سي وح كقبطه ولا فرجلي حساها تي مدحوينها مدحلت كيسو دما داي سومالي لان موسبيح عبدي ايا تغي دوكسيغاسي اساقونا مركاسي كغيب غالي حفلات داي كوقلين جبينيين عبدي حلقاسي ايا وحاو شاقي ان هالكاسي وكسو عركي وحبرو شهر كيدو سرعيو وحيابا هالاقا شاقي اما لقا باهيان ايهين وحيابا سال ايرات تون او آن اللهين حلقاسي طبعا عبد مالك موسوعل دونا ارنتا سي كسو جوابي جوابتي وسيي مدحوينها موسى مدحوينها سومالي لان هاد حلقيسي ودماضي sidoo kale na madaxweynadkiisu uu ku eka 13 November ayaa waxa uu ugu jawaabay in markaasii madaxweynuhu uusan ogaan karin waxa dhabta ah halkaasii ka jira sabab la xiriirta in halkaasii uu ku sugnaa muddo saacadahaasina halkaasii wixii ka socday ayay xaflad qalin jibina oo ay ka soo qayb galayeen waalidiintii iyo markaasii ardayda meesha jooga wixii markaasii dabcan ehel u aha macallimiintoodiina aysan joogeen sidoo kale na xilligaasi aan la arki karin waxa dhabta ah halkaasii ka jira madaxweynuhu uu soo noogaan karin waxa dhabta ah halkaasii ka jira waxaan la aaminsan yahay in sababtii soo dadajisay xariga Cabdi Maalig Muuse Cooldoon ay tahay arintaas si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa dhawaan la sheegay inuu xabsi ka soo fasaxay ee tiro maxabiis ah oo gaaraysa 500 iyo dhowr maxabiis oo markaasii ku xirnaa xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland maxabiistaasi ayaa waxay isku jireen kuwa loo haystay dambiyo fudud iyo dambiyo culus intaba dabcan waa kontan qof ee la xiray ee markaasii loo xiray arinta qoomuludnimada si faahfaahsan loogu ma hadlin hasa ahaatee waa xog markaasii hoose oo la soo dudsiyay sida ay sheegeen qaar ka mid ah ee dabcan wariyashii xogtaasi soo helay sidoo kale bulshada la wadaagay in arintan ay ka hadlayaan culimada ku nool magaalada Hargeysa in leeyihiin dhaqanka qoomuludnimada bulshada waa uu ka dhex jiraa si gaar ahna deegaanada waa laga helayaa ee ha laga digtoonaado oo markaasii dabcan indhahayaana laga xiran oo laga mashquulin waa arin iyadana in la xuso mudan sabab la xiriirta in culimadii laftooda ay og yihiin in arintu ay tahay wax jira si kastaba ha ahaatee Soomaalidu ayaa waxay leeyihiin dhaqan iyo sidoo kale dabcan marka laga hadlayo diinta Islaamkana Soomaalidu waa dad markaasii diintooda ku adadag sidoo kalena caalamku isla wada qirsan yahay in Soomaalidu ay yihiin dad diintooda ku adadag sidoo kalena 900 99.9% ay yihiin dad muslimina diintooda in wax markaasii xumeynayo lagu soo darana aad uga hortago
هي شيء دوانهني سومالي ذا أي رقم كودي يدين تودي بأنا سيادة وقت حذرين سبب لحريرته إن أرين تقوم بلون لماذا أي تهي أرين مركز الدين تيد وأنا بنانين سدوا كلنا طبعا هدي بلشو ذا يكون صار حبضته أي دعي صباح يا بابا ضن ديباتوين حوق لأوجي سنكر بلشذا الله على ذي سينا ماشى أي يسوق جليسة كنت أوقف طبعا تريير معهن سدوا الله شيء إن لوحر يقوم بلون لماذا سدوا كلنا علمادي أي ليهين ويجرتا أرين تنا هل قد دكتونا ذا ويانا لقى مشغولين الجارة هل قو في ريو يانا لقو مشغولين ديمقراطية دي وحيا بع عين كاسية فسهاد كان أيها كدر وحول بو مركاسي دبعا كرا وحين أرين تنا كسو آدي ساح دبعا إن لا شيء إن كنت أوقف أو لوحر أرين تنا مركاسي قوم لون لماذا سدوا كلنا هديجا ندى سومال لان أي كتيران شاب كضاء فافي أرين تنا وحي كسو آدي ساح يدو مركاسي سياسيين تي سومال لان أي كمشغول سيهين إن دورة شدل كاسي لغا قبطو سدوا كلنا مدحلات كرسمي غاها حكومة دهد تشوكتو مدحوين موسى بيها عبدنا وهوغان كوهاي مدحلات كيدي وكاكا كي طباني سدح دي نوفمبر إيه سندان لبادو كون لباتان إيا لباد سومالي لان أيا حلقان إيا سدوا كلا حزبية دا معارضكو وحي اسكو ديارينا إيان إن سومالي لان إيا دورة شكدعب يدو مدحوين موسى بيها عبدو وشاقي إنو ديارو يهي لنكيس إن سومالي لان دورة شكدعب لكن إساقو سنشقاكو لهين أرمها دورة شوينكا كليه لغلا حساب تما يوحي قلت دعاي يوحي لصحي انتبا قدق دور شوين كي سومالي لان مدحوين موسى بيها عبدا يا انتاسي وحو هذا الكيس كدري كدي مركي ودبعا هاللي مالن كي مدحلات كيسي رسمي غهيد وقدن بيسي يطبني سدح دي نوفمبر ان مركاسي وحو غان كي سومالي لان سي جوغي انتا دور شو سومالي لان لغا قباني مدحوين لان لصو دوراني سدو كلا قلاها قرتي دا يا سومالي لان ايا وحي يقعد كيسان يان ان مدلا بصان او لو قدري مدحلات كي مدحوين موسى بيها عبدي ويهي مدقن قلي سيجريو سدو كلان لبداسي سنة مدحوينه ودامي صندون لانك كلاو حاي ترتي ان حقوه سيشيغيين ان مدحوين موسى بيحا عبدي وكعود صدي حزبية دا معارضك ان اي هل سنة او مركاسي مدحيلات كيسي كان مدح بنانا يوغو دران هسا هاتي حزبية دا معارضك اي مسوليين تو دا ايا انتو وحاي دي دين احرين تاسي يوغو شيغا ان اي كوقنع سيهين انسو مال لان دور شاي كدعض سدو كلانا اما موسى بيحي وصو نغضو اما مدحوين عصب ايا لطوه اي دبعان سو مال لان oo shanta sano ee soo socota markaasii hoggaamin doono ee maamulkaasi Soomaaliland si kastaba ha ahaatee ee madaxda markaasii ayaa xilligan waxay ku mashquulsan yihiin arintaasii la xiriirta doorashooyinka in Soomaaliland doorasho ay ka dhacdo iyo wax xisbiyadu ay ku adkeysanayaan wali inay markaasii doonayaan in doorasho la qabto hadii ay doorasho dhicin Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland aysan u aqoonsanayn inuu markaasii madaxweyne yahay isagii xukuumadiisina dabcan waqtigoodii uu dhamaaday ayna ka doonayaan inay iskaga soo baxaan ee aqalka lagu hoggaamiyo Soomaaliya waxa markaasii dhanka kale arintan hareer socoto in Cabdi Malik Muuse Cabdoon dhawaan uu markaasii ka soo bixi doono xabsiga iyadoo ay ku soo dhamaaneyso intii lagu xukmay ama markaasii dabcan xukunkiisu ahayd oo markaasii 2 sano ahayd waxa la sheegayaa in hadday bil iyo dhowr bari ay uga dhiman tahay intii markaasii lagu xukmay sidoo kale waxa xukunkiisii hareer socday in markaasii lagu xukmay inuu bixiyo lacag 3 milyan oo shilinka Soomaaliland ah aad waad u mahadsantahay